كان أثر نهضة الحسين على المستوى الثقافي هو إدراك الأمة أنه لا يصح الأخذ لمعالم الدين وقيمه وأصوله من هذه القنوات المشبوهة، لأنها قنوات قد لمعت شخصيات كان لها الدور الكبير في سفك دم الحسين الشهيد، والتي هي أعظم موبقة على الإطلاق بنظر كل أبناء الأمة على اختلاف مشاربها. وبذلك فقدت منظومة الثقافة التي جهد النظام الأموي على تأصيلها عقودا من الزمن، فقدت مصداقيتها في الأمة. وأما راية الحسين فلا يضفي عليها تعاقب الزمن وتطاوله إلا مزيدا من التوهج والبريق والتألق. ونحن عندما نحيي عاشوراء لا يكون ذلك عن غرض شخصي أو فئوي، وإنما هو عن شعور يتملكنا ويوحي لنا أن طريق الإنسانية يقع في صراط الحسين، وأن الكرامة والعزة لا تتاح إلا بالحسين، وأن الأغلال التي تثقل كاهلنا إنما تتحطم عندما نسلك خط الحسين، وإن الظمأ الذي يلهب أحشاءنا لا يرويه سوى معين ينبوع فجرته دماء الحسين. فالقلوب التي تتلمض من مرارة الفقر والحرمان والتعسف والابتزاز تجد في ظلامة الحسين سلوة ومبعثا، تتبدد بعنفوانه قوى الظلام، وتتصاغر أمام كبريائه سماسرة الشر حول قضية فلسطين والقدس الشريف، والتي تقع على رأس أولويات القضايا. لكن الأمة وفي ظل انشغالها بقضاياها البينية قد أغفلت قضيتها الأم، فصار لإسرائيل أن توظف ذلك للمزيد من التوسع والإحكام لهيمنتها، وللمزيد من القمع والبطش بأبناء القدس الشريف وعموم أبناء فلسطين. يتحتم على الأمة الإسلامية ألا تغفل قضيتها الأم، وأن تدرك أن إغفالها إغفال لهويتها وعزتها وكرامتها. وإن إسرائيل سوف تستثمر هذه الغفلة لتمرير مشاريعها التوسعية ليس في نطاق فلسطين والقدس الشريف وحسب، بل إن توسعها لن يقف حتى آخر شبر من أرض العرب، إما بالهيمنة المباشرة أو الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية.